السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وتقرير جديد عن آخر تطورات الحرب في سوريا. ما زالت معركة حماة مستمرة ما بين الجيش السوري وفصائل المعارضة السورية، والأنباء متضاربة حول اقتحام مدينة حماة. ما الذي يجري حاليا في محيط مدينة حماة؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله خلال هذه الدقائق. بعد أن وصلت قوات المعارضة السورية إلى الأطراف الشمالية من حماة، بالمقابل بدأ الجيش السوري بإرسال مزيد من القوات من أجل إيقاف تقدم قوات المعارضة السورية. وكان التقدم آخر قامت به فصائل المعارضة السورية عندما وصلت إلى منطقة السعن، وهي التي تقع إلى الشرق من مدينة حماة. وبالمقابل أيضا الجيش السوري بدأ يرسل تعزيزات أكبر لهذه المدينة لما لها من أهمية استراتيجية، والتي قد تقرر مصير السيطرة على وسط سوريا. بعد أن تمكنت فصائل المعارضة السورية من استعادة المناطق التي فقدتها في اليومين الماضيين بعد أن شنت هجوما آخر تجاه شمال حماة، بدأت تتقدم نحو المناطق الشرقية من مدينة حماة، وتمكنت من السيطرة على جبل كفراع وكذلك معسكر المجنزرات. ولم تكتفي بذلك، بل شنت هجوما آخر لكي تتمكن من الوصول إلى قرية السعن. وخلال الساعات الماضية كانت هناك أنباء تقول أن فصائل المعارضة السورية بدأت باقتحام مدينة حماة، لكن التطورات الأبرز حصلت عندما سيطرت فصائل المعارضة السورية على معسكر الفرقة 25 وبدأت تتقدم إلى الشرق وإلى الغرب من مدينة حماة، وفعلا تمكنت من السيطرة أولا على بلدة خطاب، وبعد ذلك بدأت تقترب نحو بلدة تزين، وبذلك تسيطر على مناطق مهمة إلى الغرب من مطار حماة الاستراتيجي. وأيضا بنفس الوقت بدأت فصائل المعارضة السورية من الوصول إلى الضواحي الشمالية من مدينة حماة، وتمكنت من السيطرة على منطقة الصواعق، إضافة إلى وصولها إلى حي الأربعين. وأيضا كان هناك ادعاءات بأن فصائل المعارضة السورية تمكنت من السيطرة على جبل زين العابدين الاستراتيجي، وبعد ذلك بدأت تتقدم في المناطق الشرقية من مدينة حماة حتى وصلت إلى منطقة المباركات وتمت السيطرة عليها بعد أن سيطرت على جبل الكرم، إضافة إلى وصولها إلى الأطراف الشرقية من نهر العاصي قبالة قرية سريحين. وبذلك تتمكن فصائل المعارضة السورية من وضع مدينة حماة بين فكي كماشة وتطويقها تقريبا من ثلاث جهات، من الشرق ومن الشمال وكذلك من الغرب. وبالمقابل الجيش السوري يرسل مزيدا من التعزيزات ويقوم بشن هجوم مقابل آخر من أجل استعادة جبل زين العابدين وكذلك منطقة الأربعين، إضافة إلى منطقة الصواعق. وبذلك تصبح المنطقة المحصورة ما بين جبل زين العابدين ومنطقة الصواعق منطقة اشتباكات ما بين فصائل المعارضة السورية والجيش السوري. والسؤال هو الآن، ما هي الخطوة المقبلة لكلا الطرفين؟ الجيش السوري يحاول أن يستعيد المناطق الشمالية من حماة من أجل أن يتقدم إلى ريف أدلب، وبالمقابل فصائل المعارضة السورية تريد أن تحكم الطوق حول مدينة حماة، وقد تقوم بهجوم من الاتجاه الغربي والاتجاه الشرقي بآن واحد من أجل أن تضع مدينة حماة بين فكي كماشة عندما تهاجم المناطق الجنوبية انطلاقا من منطقة المباركات وكذلك من منطقة تيزين من أجل الوصول إلى قرية الخالدية، وبذلك تتمكن من تطويق كافة قوات الجيش السوري المتواجدة داخل مدينة حماة. ولكن هل ستتمكن من تنفيذ هذه المناورة الكبيرة؟ وهل سيسمح لها الجيش السوري بتنفيذ هكذا مناورة؟ وأيضا هناك خيار آخر أمام فصائل المعارضة السورية، والذي قد يكون من خلال اقتحام مدينة حماة من مختلف الاتجاهات وخصوصا من الاتجاه الشمالي لكي تتقدم مباشرة نحو وسط حماة، وبذلك تتمكن من السيطرة على مدينة حماة لكي تتفرغ بعد ذلك للتقدم جنوبا نحو مدينة حمص، والتي قد تكون المعركة الفاصلة في مناطق وسط سوريا. ولكن هل سيقف الجيش السوري أمام صد الهجمات لفصائل المعارضة السورية، أم سيكون هناك هجوما كبيرا من قبل الجيش السوري لاستعادة المناطق الشمالية والتقدم نحو ريف إدلب الجنوبي، وبعد ذلك التقدم في الهجوم النهائي نحو مدينة حلب، ويتمكن من استعادة كافة المناطق التي سيطرت عليها فصائل المعارضة السورية؟ إذن الآن الموقف في
المناطق الشمالية الغربية من سوريا وتحديدا إلى الجنوب من إدلب وشمال حماة، فصائل المعارضة السورية تحاول أن تسيطر على كامل مدينة حماة، وأيضا بنفس الوقت تحاول أن تسيطر على الطريق الذي يربط محافظة الرقة مع محافظتي حماة وحمص، وبذلك تسيطر على الأقسام الشمالية من البادية السورية، وبعد ذلك قد تتقدم جنوبا نحو العاصمة دمشق، فيما لو تمكنت من السيطرة على هذه المناطق بأكملها وتوجه جهدها الكبير إلى الاتجاه الجنوبي نحو العاصمة دمشق. إذن هذه آخر تطورات معركة حماة ضمن المناطق الشمالية الغربية من سوريا. وبذلك تصبح خريطة السيطرة في عموم سوريا: الجيش السوري ما زال يسيطر على حوالي 50 إلى 55% من مساحة سوريا، بينما قوات سوريا الديمقراطية قسد تسيطر على حوالي 25%، بينما فصائل المعارضة السورية بمختلف مسمياتها تسيطر على حوالي 20 إلى 22% من مساحة سوريا. إذن هذه آخر تطورات الحرب في سوريا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.